سيد الاستغفار. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث شداد بن أوس: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وهذا اللفظ لفظه، لأنه ذكره مرتين، لكن هذا اللفظ هو أشمل، وقد أخرجه غيره. سيد الاستغفار أن تقول: أنت عبد ضعيف محتاج إلى الاستغفار. ولذلك في رواية النسائي: أن يقول العبد، أن يقول العبد، هذا دعاء حري بأن يحرص المسلم عليه. ولذلك ثبت عند الترمذي، لم يبين صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيد الاستغفار وانتهى الأمر، لا، قال: ألا أدلك، كما عند الترمذي، ألا أدلك على سيد الاستغفار. بل جاء عند النسائي في الكبرى قال: تعلموا سيد الاستغفار. إذن هو أمر ببيان فضل سيد الاستغفار وبيان فضل تعلمه.